الصورة راه الحقيقة في حاجة غريبة وعجيبة نعمي مريدها في زهيدي حسا كي كعبر الحمى ايه كعبر زيتون كعبر زيتونة هي الحم وزيتون باه وشنية صوص هذيك هذيك صوص بلانش بالكريم فريش ضيفك يأكل ضيفك اليوم يأكل هيلثي استنيني خلينا نسأل ضيفي هيجي عمرك شريتها الماكلة زي البلا هذا لا خدمة ستورة يستمرت استنبطات هيك صحنك وذوق وقل لي شنية حوالها تعال بكل ما يحط لكش المرقة خطر انت ما تاكلش الخبز وقل لي انت بيدك معنا ذوق وقل لي هذي طلعة من طلعاتك ستورة ولا هذي حاجة هي لا هيك زيتون المحشي موجود من أصل الدنيا لكن تعمل في مرقة حمراء على الطماطم باش نخفف شوية في رمضان خاصة نعملوها بالصلصة هذية ومعناها تتفوح بالزعفران والزهر تصور تعطي حاجة زهر زهر ماء زهر نحطو ناخذ طريقات زعفران ريشات زعفران نحطو في الفنجان نصب عليهم طريف زهر خليهم يسيبوا الصفورين نتاعهم بعد ما تطيبوا تكملوا كل شيء نصبوا كل الزهر هذاك مش تبدا فما ريحه فيوحه وحاجه هكا مختلفه شويه نقول هي لا كعابر 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 محشي فيه كعبه زيتون فيها كعبه زيتون من داخل يعطيك الصحه دينا باشا هي طمنتني مش كيما البريك هي طمنتني بلينا مختلفة مطعم مختلف تحب انت قلت تحب الحاجات اللي نوفي معناها حاجات الغريبة اللي ماكش مستانس بيها معناها لكن ما يتسمى بالإنوفاسيون معناها التجديد خاطر فهم برشا ناس نرام على صفحات التواصل الاجتماعي ينتقدوا مثلا كنهاريك امرأة قالت المدفونة تاخذ برشا وقت وعدادها قبل بنهارين وثلاثة والسلق والسبناخ والنشون عملت طوع هي سماتها مدفونة قالت مدفونة على طريق هيلثي بمعنى من ناحية ومن ناحية تتعمل في صافيسة ما تقعدش تتقليها واحد باقل قليا كمية السب اللي ريتو ليها في الكومنتير سخفتني هي ما حاولت تتعب هكا سخفتني لدرجة أني كتبت لها في البريفي قلت لها يا أختي انا راني فلان الفلاني وهمش نحكيك حكايه المدفونه قصتها التاريخيه وعلاش سمت مدفونه اما انت اللي تعمل فيها يعطيك الصحه برافو تلمو هي كانوا من شالها قالت لي ما يسالش الكلام نتاعك نعاود ونحطه معنا باسمك وش قلت له حط ما يقلقنيش اما خاطر بالحق معناها فما ناس كي هكا الاضافات هكا يستنكفوهم كانه فما نص قراني هبط بغوسات معينه تعمل هكاك ما تعمل كان هكاك نشوف انه المشكله البعض ولا الأغلبية ولا الاستسهال إعطاء الرأي بكل الطرق هنا ولدت فما مشكلة لأنه ما نصورش أنا إنسان متوازن لبس عليه في عقله أموره واضحة عنده تصالح مع ذاته يجي يسب إنسان على خاطر روسيت متاع ماكلة معناتها ماهيش أمهات القضايا وحتى أمهات القضايا يحلوها الرؤساء ما نصورش هذا بالأسلوب متاع فيسبوك فهنا المشكلة في البعض اللي بالحق معناتها استسهلوا او نوع من لفت الانتباه يلا خلينا نسبوا زعما نحن هنا احنا موجودين لهنا بالحق هذه هي المشكله اللي عند البعض معناتها الانسان اللي ما في داخلوش به يخرش به والانسان اللي في داخله به يحاول انه البيه هذيك اي وين ضرتك هي بالشي قالت لك اعطيني الفلوس تو انا نطيبها وجبتها لك وما عجبتكش وضحكت عليك وهل احسن طريقه باش تغيرها وباش تصلحها هو هذاك ديما نسالوا اما يمكن استايب اثبت وجودك اثبت الوجود هي اليوم بالسب للاسف الشديد يكون خاطر وراء اكران هو ماهوش يواجه في الانسان هذاك وعليه عندك وقت ضايع عليه عندك طاقه عندك طاقه ضايعه عليه ابغى ما عندهم وقت ضاع او عندهم طاقه كبيره هيجي بربي جوستومون على ذكر الحاجه هذيا السبين والحكايه نتاع الديجيتال انت كي انسان يسبك هيجي مش ينقدك يسبك معناتها يسبلك شخصك وكل تشكي بيه تتوجه للقضاء الحق معناتها انا فما فلس اسمها بلوك فمشي الطريقه انك تخفي انسان من الوجود او كي يبدا انسان معروف عنده انسان وزن. معروف ما اللي حسن الحظ ما فماش انسان معروف سبني بشكل يسمح انه باش يشكي به القضاء ما اذا كان انسان معروف وفما ثلب وواحد
اي مثلا في العرض ولا مثلا في الشخص ولا في حاجه ممكن هذاك على ليميت حتى باش نوقفوا قدام القاضي باش نحطوا في الحبس باش نتصور نتصور اليوم المسائل هذه معناتها في كل حاجه في وقتها معناتها ما اما انا حق من المشاهير عمره ما واحد او من الاشخاص اللي نعرفهم عمره ما واحد ما خرج وقال فيا كلام كما انا عمري في حياتي ما طلعت قط حتى عمل فني جامي انا جيت وقلت البرنامج هذا خايب ولا ضيف هذا خايب ولا نظرت على الناس ولا اعطيت رايي في حاجه عمري في حياتي علاش اذا انسان نعرفه نهز تليفون نكلمه ونعطيه نقول له انا نرى هكا مش نصيحه معناها رايك الخاص رايي نقول له انت ما كنتي صاحبي كل شيء راهو مثلا عبد الستار لو انا سمعت عبد الستار عمل حاجه انا قلقتني هل معقول انا نعرف عبد الستار ونعرف رقم تليفونه نجي نكتب والله اليوم نسمع فيه فين في سي عبد الستار وراه سي عبد الستار قال هكا واللي عامله عبد الستار عيب وما يجيش وحقه عمل هكا وهكا وهكا وهزلته ومهزله ودرا شنو في مش الاولى اني نهز تليفون نكلم نقول له يا عبد الستار خويا راهو هكا وهكا وهكا واحنا اعلاميين مثلا اعلاميين مع عندنا منصه نتكلموا فيها بداء الراي لغير الاعلاميين انا نقعد به كيفاش اعلامي عنده هو وسيله للتعبير عن الراي فيسبوك ما تخلقش الاعلاميين مش يعطيوا ارائهم انت عندك منصه تعطي فيها رايك انت عندك اذاعه تلفزه منصه سامحني هيدي مش كل شيء يتقال باغ اكزومبل في الميكرو نتاع الاذاعه ولا قدام كاميرا نتاع كل شيء مسموح لنا باش نقولوه راهو كل انت باش مش مسموح لك تعطي رايك مثلا اليوم تجي تعطي رايك تقول مثلا في حوارك معايا باش تعطي رايك في البرامج الاذاعيه تعطي رايك في الصحه تعطي رايك في الكياسات تعطي اليوم عندك باش تحب تدخل معلومه تنجم تدخلها انا قاعدين في الطاوله هذه شو علاش نحب نحكي تو قول لي تو نعطيك موضوع نحكيو على الصحه او مثلا الماكله نتاعي انا داك ندخل في الصحه والله انا جيت عطلت شويه في الصينيه دودانيل نحكيو على دودانيل اللي تحب احنا عندنا منصه انت اعلامي عندك منصه اللي هي منصه محترمه ويسمعها الناس وعندها الناس وعندها وزن وعندها مسؤوليه شاطي رأي وحد أو سمير الويف يهبط الستاتيو ناشط برشا سمير على الديجيتال سمير حالة خاصة علاش سمير لأنه سمير مارس الصحافة قبل سمير خدم في الصحافة المكتوبة قبل وكانت هذيك هي بطاقات كنت انت جديدة ما تعرفش سمير اللي نعرفه احنا بدي معانا في 98 كنت اللي يكتب فيه في فيسبوك سمير اي هو المقالات نتاعه المقالات نفسها رأي استيل نتاع استيل هذيك كان يهبط في الجرايد وفيه وسمير نجم يكتب لك 6-7 ستاتيوات فرد نهار تختلف معاه ما تختلفش معاه هذيك هو معناتها قلم هو قلم خاطر في الاصل قلم دونك سمير الويفي مسموح له باش يكتب ويعبر على الديجيتال سمير هذاك هو هكاك هو هكاك سمير هكاك كانت عنده جريده ما كانش سمير يكتب قبل الانترنت كان سمير يكتب قبل الانترنت اي اكيد بدا بالصحافه كانت عنده جريده كان يعمل اللي يعمل فيه في المحمل اليوم هو اللي تغير اما سمير هو فيه لذلك الاسلوب ونفس الاسلوب ونفس الكلام نفس اللي غفخان معناها تقريبا نفسه معناها اللي عرفناه بهم اللي كنت تظهرنا غريبه في وقت ما بعد المضمون تختلف معاه تتفق معاه هي تبقى موضوع اخر معناتها سمير صديقي كل شيء ولو عندي ساعات انتقاد لسمير عمرك ما تتوقع مني اللي انا باش نجي نقول له قدام الميكرو هز تليفون كان سمير ركب الباص كيفاش تكتب كلام كيما هكا وهكا وهكا ساعات يقول لي سي سيفري ويفسخ ساعات يقول لي والله سيفري ساعات يقول لي لا لا هذاك هو راه صحيح فهمت هذه تبعت لا مجيش انت والله قرات اليوم ستاتيو لسمير الويفي كيف يقول هكا ونجي نعطي راي عليه سمير الويفي هز تليفون ونكلمه فيها سوء نيه تعتبرها الحكايه مش حلو اخلاقيا مش حلو انت تعرف تليفوني انت لو كان جيت تحب تصلحني تهز تليفوني وتكلمني اما انت تحب تشهر وتحب توري روحك انت علامه ومنظر وكل شيء وتركب على الحدث وقتها المشكله أيوة وقتها حتى كنا واحد يحب يصلح ما عادش يصلح يقول لك بسوء نيه شو ما يهزش تليفوني ويكلمني صحيح توا صاحبتك تجيك مثلا ترى فيك حاجه ما تقولكش عليها هل فيسبوك تلقاها كتبتها اي تغيلك منعه حتى كان ممكن تقولها لك تقول لك حريه قلت حريه الراي والتعبير ما قولها لي ما هو عبر عليا علاش الناس الكل يعرفوها علاش خليها بيناتنا كلام معقول لو انا معناتها ما سمعتكش وانا ما عطيتكش فرصه وقعدت لك في قلبك وتعتبر انك كيف تخرجها باش ترتاح نفسيا قبل ما تمشي لبيب نفسي خرجها على فيسبوك
معناها تتصور انه معناها هي حالات نفسيه اللي يكتبوا بطريقه هذه يسبوا ولا كذا. ساعات ايه حالات نفسيه، حالات نفسيه. فما بعد تكون يسب باش يعمل روحه نفس نوع من المكانه، من معناتها البرامج التافهه واحنا نتفرجوا في القنوات الاخرى الجديه مثلا. تفرج على روحك وعليه انت باش توري روحك تحب الجزيره يسبك تسب البرامج الترفيهيه. اسمها برامج ترفيهيه. واليوم نلقى ساعات البرنامج بتاعي اللي هو ترفيهي يحلوا فيه في الجزيره. يحلوا فيه في الجزيره. انا حلقه بتاع ضحانا تفاجأت بعد الجزيره أمة عربية وفلسطين وأمريكا وروسيا خليه كل شيء تلاقيه بالضحى. تلاقيه بحلقة الضحى. هيدي تو انت قلت ضحى العريبي، شفنا هيدي ديغنييرمون يجيب الأشخاص النكرة ولا الأشخاص اللي معروفين شوية عند الجمهور في سهرية سبت في برنامج. تعرف شنو نعمل أنا الصحفي اللي معايا؟ تقول لنا حيولي النعود، حيولي لي زاد جكتيف في الأسئلة توضح له أكثر. تني احصائيات تقول لي انا سمعتك راهو شهر في الشهر هدايا انت جبت ثلاثه من الناس انا اعتبرهم نكرات لانهم ما يعرفهم حتى حد من خلال حسابهم. دقه السؤال تحدد قوه اعدادك، تحدد طريقه تفاعلي معاك. ريتك تعومها والله برشا اسامي ظهروا معاك ظهرونا تافهين. مش ظهروا لي لينا انتوكا للجمهور بعد الجمهور هناك البرنامج نتاعك هناك جماهير ردود فعل. هناك جماهير ردود الفعل. مثلا اليوم نعطيك مثلا ناخذ شخص شكون تحب نحكي عليه. مثلا ناخذ شخص نبقاو في ضحى استضافة ضحى 50,000 جيم 50,000 جيم 1000 كومونتير اللي نعتبر انه ال1000 كومونتير سبان 50,000 جيم و1000 كومنتير سبان. كي تقرا انت 1000 كومنتير سبان تقول تونس كل تسب كل تسب، لكن عندك 50,000 جيم حالته جيم هل جاوا يعني تشرجوا هذوما الكل تفرجوا معناها. اما احنا شنو نعملوا؟ ناخذوا هيك الحاجه الخايبه بي. انا ما تغرينيش لانه ما فهمتش ضيوف تافهين وضيوف مش تافهين. هناك طرح تافه وهناك طرح راقي. انت اليوم تنجم تجيب اي انسان، أنا نحاسبك على طرحك كيفاش تعاملت معه. رب شخص أديب، رب أديب ومفكر جابوه في بلاتو بتاع تلفزة بطرح تافه شلكو. ورب شخصية عادية. أنا من الحلقات معناتها اللي أثروا فيها معناتها مريم الدباغ ولا نور شيبة، اللي هما قضايا إنسانية. معناتها كيفاش الناس يقولوا لك وصلنا لمرحلة نحطوا حياتنا ونراجع حياتنا، نحل الشباك نعرف كم الهواء اللي تنفسه، نحل دروس في الحياة. نعرف هاو انت تقول ضايفة تافهة، هاي هاشتاق ضايفة تافهة. انت شكونك باش تجي تقول على انسان تافه خلق وربي وعنده مشاكل وعنده حياته وعنده نفسيته؟ انت شكونك؟ انت شكونك على بينه منطق شوية تواضع؟ انت شكونك شتجي تقول هذا تافه؟ انت شكونك؟ من انت؟ استني انت ماكش علي انا هوني خاطر انا ما استعملتش كلمه تافه. انا قلت لك لا لا مش عليك لانه احنا ديجا على طاوله لا اما سؤالي ليك هيدي سؤالي، معناتها انت جبت اشخاص بتاتر جمهور التلفزه ما يعرفهمش، خاطر ضحى العريبي لو كان مش عبيد في التيك توك مش يعرفوا ضحى في التلفزه. ضحى العريبي 15 مليون متابع على تيك توك. اي على التيك توك هيدي تيك توك. انا بابا ما عندوش تيك توك، امي ما تستعملش تيك توك، تتفرج في التلفزه. صحيح. اما التلفزه اليوم كيما لازمها ترضي الوالد نتاعك. انا ما جبتلهمش ضحى العريبي وبعدها تيك توكر وبعدها تيك توكر وبعدها تيك توكر. احنا اليوم طالبين نقدم مدى متنوعه. انا نرضي اللي يعمل تيك توك وبوك اكيد باش يلقى محمد الجبالي، باش يلقى لطفي بوشناق، باش يلقى نعرفش انا الفا بن رمضان، باش يلقى نعرفش فتحي الهداوي خذين. اما ما نجمش تلفزه في برنامج منوعاتي يخدم كان البوك كهو او يخدم كان ليك انت كهو او يخدم كان تيك توك كهو. غادي الشرائح الكل معناها يلزم انت تمس الشرائح الكل. ومن باب الدكتاتوريه انك تعتبر المنشطين هما الناس يخدموا عندك. رضيني انا برك هاو انت يلزمك تجيب لي كان الناس اللي نعرفها. رضيني انا برك تمارس. علاش تمارس عليا ديكتاتور؟ ايه باش نرضيك انت مش باش نرضي باش نرضي عبد الستار. عبد الستار يعتبر مثلا انه ضيف هذا ما يساعدوش ما يحبوش.
انت تعتبر انه هذاك قدوه بالنسبه لي والك ال 15 مليون تعطيك بلكش انا كي جبت ضحى عملت 15 مليون ضحى عملت 15 مليون وانت جبتها بعد جبتها وجيت ما عملتهمش انا ال 15 مليون على تيك توك عملهم لبرشا توينسا وانا يهمني زاد انه نفهم الظاهره هذه وكانك هيجي وليت مختص اكثر في صناعه النجوم تجيب انسان برنامج ترفيهي برنامج ترفيهي صناعة النجوم راهو حاجة كلمة كبيرة عليا تصنع أسامي هيجي انت الباساج باغ اكزومبل العبد اللي يجيك ولا الانفيتي اللي يجيك يحضر لك بعد ليميسيون يولي عبد اخر هذيك خاطر انا نخدم مع مجموعة ومع فريق ونقعد مع الضيف الهدف نتاعي انه نعمل إضافة حابش نجيب عبد الستار وعبد الستار يخرج يعمل لي تليفون يقول لي انا اخي بحصة عملتها معاك وصعيب او مستحيل او نادرا جدا مش تلقى ضيف يقول لك انا لما تعديت مع هادي زعيم نقصت لي حاجه والاغلبيه بنسبه 90% كان مش 99% انا لما جيت بحدا هادي زعيم فما اضافه جيت تحقق فما اضافه فما التفاعل ايجابي محليه ومن واجبنا هذا يا راه وراو انك تجي تكسر ناس في الاعلام حاجه سهله على الاخر حاجه سهله على الاخر نرمى عليك فوشيكا نجيب لك واحد يقردك نعملهم الكل سهل اي واحد ينجم يعمل نجيب واحد من الشارع تاو من القهوه تجيبه اما انك تحطه اون فالور تكبر بيه وتخلي الحاجات الايجابيه نتاعو ماده للفرجه هذه مش سهله هذه صعيبه فما ضيوف ندمت عليهم هيدي زعيم اللي جبتهم من خلالك انت عملوا اسم ربي خليهم يعملوا اسمي مش علي انا كنت واسطة كنت محاور أنا جبتهم أساس أي بيهم حصة فما ناس ندمت بعد ما جبتهم وساهمت في أنهم ليه هذاك هو القدر معناتها يا أخي حطني أنا كما مش يحط غيري زي ما أخي هما بلكش أنا عملوا عليا مزية كي جاوني ولا أنا عملت عليهم مزية كي عديدهم أنت أحنا هذيك هناك مصلحة مشتركة لقائنا مصلحة مشتركة أنا من خلال وجودي معاك نحب نعدي رسالة تفيدني نهار آخر فمش كوني راها التسويق لعمل تسويق الفيلم تسويق البرنامج تسويق المنتوج على ذلك كل الضيوف اللي يجيوا عندهم حاجة يجيوا عليها أو يحبوا يصارحوا الناس بحكاية معينة مقلقتهم ويحبوا يبوحوا للناس باش هما يرتاحوا من كلام الناس اللي هو غلط دونك فما مصلحة وأنا بالنسبة لنا هناك مصلحة أنه نضمن برامج فيها نسبة متابعة أنا نخدم في قناة خاصة وحاسب على الريتينج وحاسب على الديمات ونحب نعمل حاجة به نحب حاجة فيها فرجة من غير ما نقلق الضيف أو أسيء إلى الضيف سهل باش تسيء إلى الضيف أسهل حاجة اليوم باش نرفزني تخلينا نقول الطاولة هذه مغشش سهل برشا سبني ثلاثة سبيتة ونقلب الطاولة ونقول لك بسلامة ونخرج وتعمل البوز وتهبط العنوان هادي زعيم يقلب الطاولة ويعمل أنت تشيخ بالواحد وأنا أقول لك راني ما عادش نجيك هذيك ما نعملهاش غير يعملها أنا ما نعملهاش أما أنت خليني نرجع لك عام الجاي هذيك غادي الصعب أي بشتوقع الباقي معناه فما ثقة ونقول لك والله لما تعديت معاك والله استفدت ارتحت واستفدت وحسيت أنه فما روتومبي على الخدمة نتاعي باهي أما تزيدوا عدد الناس اللي يحبوا يجيوا يتفرجوا في البرامج بتاعي ولا المسرحية بتاعي ولت ناجحة أكثر ولا الغناية بتاعي طلعت أكثر ولا انستغرامي كبر أكبر دونك هذا هو الهدف بتاعنا وين الهدف بتاعي تاو مش نتعدى للدسير يلا هيا سيدي الدسير مش ما تتفجعش زادة كله مفصل على قياسك باعتبار أنه حاجة حلوة سكر واحد المرات ذي حاجة حلوة من غير سكر علاش هذه كريمة ينجموا يعملها العبيد اللي يعني عندهم مثلا قلق من السكر ولا يعملوا في ريجيم ولا تطلع عليهم عندهم ديابيت ولا حاجة كي الحكر نتاع الدقلة اللي ينجموا يأكلوها في النهار معناها ينجموا يعملوا بها كريمة هذه إترة الحليب عليها 4 مغارف نشاء وتقريبا بين 100 و150 جرام دقلة فصة بالطبيعة يترحى في الميكسر حتى يترحى الدقلة ذيك وتحطها على النار طيبها وكاو ما تزيد لحد شيء اخر الحليب مغذي والدقله مغذيه وان شاء الله بالشفاء اللي بنينه استوره كلها ما طعم دقله
فوالا تي لا تجي هذه مطعم الدقله فيها هيك. علاش قلنا حاجه معناها ما تكونش للي معناها ما يحرمش روحه اللي ما ياكلش السكر خاصه في شهر رمضان شيء ما يحرمش روحه, اما يحاول الماكسيموم يبعد على الحاجات المضره بالبدن. وحلوه حلوه الدقله تحلي برشا تحلي برشا الدقله دار ساعات نقص خاصة دقلة النور ما تعقد المعلقة وكل شيء نقص الميزان تاع الدقلة نقول خاطر ديجا هي تحلي بطبيعتها. توا ستورة السكر اللي موجود في الغلة كيما الدقلة وكل شيء اسمه فريكتوز. السكر هذا أخطر من السكر اللي جوستو هذيك شكون باش نسأل باش نقولوا هل هو صحي ولا مخطر كيما هو أخطر من السكر الآخر. خاطر الفركتوز ما فما كيف يدخل لبدنك سكر الغلال ما فما حتى طريقه مش عضو من اعضاء جسمك قادر انه يتعامل معاه. وين يمشي طول؟ يمشي للكبده والكبده باش تحوله للسكر جلوكوز. دونك فما شكون يقول والله انا قطعت السكر اما ناكل في صحن غله ما لازمش تاكل برشا غله ما لازمش تاكل. دونك مضر طلع لا مضر معناه الكونتيتي هذاك. علاش مثلا تاع اللي عم في السبورت تلقى واحد من الريجيم عندي كعبتين تفاح ولا ستة كعبات دقلة. ومن المستحسن التفاح الأخضر مش الكل الأحمر برشا ولا الكليقار في مطعم القروصية. توا الغلال الكل ولات معدلة وراثية. دونك شنو نعدلوا وراثيا شنو معناتها؟ نزيدوا السكر. نزيدوا السكر باش تولي ابني أنت تمشي للخضار بربي أعطيني التفاح الحلو عسل. أي ومش عارف وراها كلمة العسل هذيك شو على قد ما تكون الخضرة والغلة ناقصة طيب على قد ما خير البنانة قد ما تاكلوا أخضر. على قد ما افيد برشا واقل من يبدا طيب طيب برشا مسلمه بنينا صورة صحه هدي. عندي سؤال ديما يتخمر البالي مش لك انت برك انما الناس اللي مثلا في الميدان الاعلامي خاطر راهو برشا معلميين والا يمشيوا من الميدان الاعلام للتمثيل. انت ستجامي تنتي ليه؟ انا شفت حتى التجربه اللي عملتها عام 2013 ولا 2014 الزلزال اللي هي كاميرا خفيه هذيك خير وقت معز بن غربيه وقتها لا يذكره بالخير ونوجه له تحيه لي عمل كاميرا كاشي مش تعدى في القناه التونسيه وقتها متاع التاكسي هكا المراه اللي تنسى بيبي في التاكسي كانت تذكرون يمكن جمع الاخر قبل رمضان ديسك دور تضرب هاي قالوا له يلزم تطلع يطلع ديسك دور باريس باش ياخذ على الاقل 15 يوم حاجه تصلح باش يتصلح وترجع الماتير ورمضان وتباعت الحكايه ودي شو لازم يصير. الفكره اللي جاته حكايه زلزال في موزايك شكون ينجم يخدم في موزايك زلزال هاي جاني قلت له الف اعوذ بالله موزايك ما تحبش مشي الموزايك كلامهم قالوا ما يسيرش قلت لهم حوار ما تحبش قالوا راه تحب لقيت روحي انا مربوط صورناهم في 3 أو 4 أيام وكنت مجبر قال معناتها لي سبونسور دفعوا فلوس اي معناها كل ما معناها ما تحت الضغط تحت الضغط تحت الضغط خدمت تحت الضغط هذيك الزلزال تحت الضغط كانت تجربة. أما عرفت تمثل هيدي مع كاميرا كاشي بش ما تضحكش راهو وين نتذكر الموقف اللي تحطوا فيهم هم كانوا محطوطين المنتجين كانوا محطوطين في موقف أصعب مني أنا أنا صحيح. موقف حتى شيء هما موقف أصعب مني أنا وأنا حب المجموعة اللي نبدأ نخدم معها تكون مرتاحة دونك ميسيرش أنا عاون بعضنا ما هو هذا ينجم يخليكم تمنعوا معنا من القذيق أنا ما معكم حتى ولو كنت أنا رافض اللي أنا نعمل تلفزة ولا يجي يظهر ولا حاجة رافض جملة فمشي تعديت ما 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 معناته ني با تونتي مره اخرى بحاجه كيف بعرض من عشان ظهور في فيلم الافلام لا لا ما انت حتى يمكن كل باش نهك نظهر باش نظهر ضيف هكا نجيب صحن نعرض صحن بشخصيتك الحقيقيه ولا يمكن بشخصيتك الحقيقيه يمكن في فيلم ولا معلش ليه شخصيتي الحقيقية معناها بمعنى أنت كمقدم برامج جاك ضيف من معناها واحد من أبطال الفيلم كان انترفيو معاك وتتحكي معاه خاطر مرة عملت في مش دنيا أخرى في قسمة خيان عملت مشهد أنا مذيع فلا دورك أنا مذيع ووقتها كريم الغربي نعمله فكل تفاح ولا نزاس فريكاسي ولا بريكا
فهمت وهو يجاوب. نتذكر وقتها دونك اما باش نمثل ودور واحد ما هو دور كومبوزي معناها لا حلمت به لا خممت فيه لا نحب نعمله لا حتى شيء معناتها ما هوش حلمي. لكن هيدي خلينا نرجع بربي للحوارات والتلفزة والغاديو. نحن عرفناك هيدي في قناة الحوار فكرة سامي الفهري، برنامج التوى مستمر، برنامج نجوم زادا مازال مستمر. هيدي عنده طابع هذيك معناها متاع الحوارات متاع الوان تو وان، ما تخممش تبدلك هي ستيل آخر في التقديم في البرامج؟ وعليش نبدل؟ ما هو السؤال وعليش تبدل؟ عليش تبدل حاجة؟ تجربة جديدة. والله لاني جاي باش نجرب. راهي راش ان شاء الله لعبت نجم تفهم شويه اللي لاني جاي باش نجرب لاني جاي باش نعمل انا جاي باش نتفرهد نتملع على الاخر جاي باش نشيخ جاي باش نتفرهد جاي باش نعدي وقت جاي باش تسلطن انت مع روحك تسلطن مع روحي تسلطن مع روحي الحمد لله كسمعش لازم يكون زاد تحدي هيدي انا ديما في الحوارات نتحدى روحي نمشي نقدم برنامج اخر مختلف على روحي بالنسبه لي انا ما عادش عندي تحديات باش نعملها راه والله ما عادش عندي تحديات شفت التحدي اللي كان عندي ندخل لي ده التحدي هذا عمري 19 سنه عملته اللي جاني من بعد كله بالزيد كله بالزيد ونمم بالفكره هذه شو نقول نمم بها الفكره هذه اللي جاني الكل بفضل ربي سبحانه معناتها ما كله جاني ما طلبتوش من عند ربي لقيتها سهله معناتها لقيتها سهله ومشيت دونك مانيش نحب نزيد نكبر نحب نزيد نكبر نحب نبدل نحب نجرب انا نمشي راني باش نعمل حوارات باش نستمتع باش نقابل ناس نعرفهم ونحبهم باش نعمل معاهم دي توك شو اللي هما انا نحبهم معناتها نحب نعملها مش مش حاجه اللي هي مفروض عليك مفروض عليا ولا حاجه سكينه فوق ولا نعمل فيها على خاطر يلزمني باش نصور بها الفلوس ولا نجم نصور الفلوس بألف طريقه اخرى معناتها بتيك توك لا مانيش مش جوي تخيل معي قاعد عمرنا ما هي هيك تخيل قاعد قاعد يقول انا سمكه انا سمكه لا مش لازم انا سمكه ما دخلتوش انا ما تحلش ما نلقاش هكا على تيك توك تحل لايف والله حليت باش نفهم حليت تيك توك مرتين ولا ثلاثه باش نفهم باش نفهم كومون ساسباس انه العالم هذاك اكتشفته وانا وقت اللي جبت حام وقت اللي جبت حام نعرفش معناتها تيك توك كيفاش يخدم وكل شيء اول ما طلع تيك توك عملت تيك توك ما فهمت ما حد شيء منه من بعد بديت نفهم حليت لايف شنو نعرف شنو يحكي لك باي ساجي معناها بالضبط كيفاش دغوا تحدي وقتها ودخلت وشفت وعملت تحدي مع وقتها مع مني العماره وكل شيء وجست باش نفهم اللغواج كيفاه اللغواج لا مرجع بس انا راش روحي انا ساعه من زمان وانا قاعد نحل ومعناتها من راش روحي معناتها مش ومن لومش على الناس يعني مش جوك انت ماهوش جوي من لومش على الناس وحليت كونت على خاطر فما واحد حال الكونت باسمي انا عامل فيه 50,000 دونك حليت كونت ويلزمني نعمل على خاطر السيد هذاك ينجم من نهار اخر انا نحب نحل كونت ما نعرفش على الدنيا يمكن يتطور البلاتفورم تتبدل نحب نحل كونت هو يبدا عنده مليون وقتها عاش نجم وانا عندي 20,000 هو نجم يسكرني يقول لهم السيد هذاك هو راهو دخيل هو المزيف دونك انا حليت باش انا نكون عندي اكثر عدد ممكن تاع دي زابوني باش نجم انا نسكر من بعد نفيريفي ونسكر من بعد لي كونت اللي نجم يستعملوا اسمك يعني يلومك يقول لك انت سامحني انت اللي قلت الكلام هذاك نقول له مانيش انا اللي قلت اليوم بالذكاء الاصطناعي نجم يبدل صوته تقول له مش انا يقول لك انت علاش ما سكرتوش علاش ما عملتش حتى موقف ما عملتش حتى تصرف اي معنى الحمايه تحمي نفسك اكثر وتو نحل تيك توك برشا على خاطر تيك توك سي بالنسبه لينا سي سورس نتاع انسبيراسيون لاني نشوف فما طب فما مهندسين فما محتويات باهيه فما ديروسات هيلثي فما ديزيكزيرسيس نتاع سبور فما دروس في الحياه مهمه برشا فما كتب فما دي سيري يتقالوا معناتها ما نحبش تيك توك نلخصوه كان في الحاجات التافهه ولا مش اتفق الحاجات السطحيه او البنال هاو هذوما حلوا ماهوش تيك توك زوز حلوا يعملوا في تحدي مع بعضهم وانت تتفرج فيهم تيك توك راهو كيما يوتيوب كيما يوتيوب انت شنو تمشي تختار هو يعطيك انت في يوتيوب كان تحب تحط عليا 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 تجيب لك عليا نعمه زهيرة سالم زهيرة سالم انت تحب تحط فيه معناتها سماره عليه تجيب لك من بعد كلاي وجنجون معناتها انت قل لي شنو تتفرج تنقول لك تيك توكك شنو كهب دونك انت اليوم كان تيك توكك تيك توكك يشبه لك
صحيح تيك توك لي ريغيرش نتاعك شنو تطلب صحيح عندك تقول انا ولا كي نحل تيك توك الكل تافه انت راكي حليتهم انت حليتهم حتى تفرجت فيهم برشا وهو ذكي بالالجوريتم نتاعو عارفك شنو تفرج ولا يسربي لك حاجات يسربي لك اللي تحب عليهم ما تقوليش انا حليت علم النازع وعلم الفلك يا اخي بعث لك شوف رقصه هيفا وهبي الاخيره صحيح صحيح يعرف الفقره الاخرانيه اللي اخترتها ما يعرفش بي دونك اليوم في فقره ملح ولا حلو باش نسالو ضيفنا هيدي زعيم اربع اسئله جاوبنا اي ولا لا دونك نبداو بالسؤال الاول هيدي نشوفوك تحضر برشا في حفلات في مناسبات شخصيه للعباد معروفه في تونس هل حضورك هيدي ولا هما كي استدعاوك لحفلاتهم عن صدق ولا نفاق ولا جوست مصالح نعيط لهيدي زعيم نعيط في البرنامج انا ما نمشي الحي. انا ما نمشي كان للناس اللي هما اصدقائي من باب الواجب الاجتماعي انسان تعرف جمعتك به علاقه مهنيه قالك خويا جي العرس نجم نجي لعرسك ما عندي حتى مشكله نجي سلم وانا مستحيل باش تلقاني في عرس قاعد برشا في طاول نتاع اطول عرس قاعد فيه نص ساعه في لحظه من اللحظات هيدي زعيم قررت الانسحاب او الاعتزال من الدومين هذايا دومين الاعلام لا الحقيقه ما لا ما 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 عشتش اللحظه هذه الفكره ما راودتكش ما جاتكش لا وما نعرفش شنو اللي لازم يصير باش نفكر نهار من نهارات انه يلزمني نعتزل ولا نغيب تنجم تكون وارده اما الى حدود اكتش بديت لليوم عمره ما جات نهار هكا فكره في مخي انه لازمني بطل تعتبر الاعلامي ولا عمر الاعلامي فما عمر للاعلامي فما روتريت يا خوها انا كي نشوف التجارب جاك مارتان مثلا كيف نشوف انا معناتها في امريكا دوليت شو المقدمين اللي داولوا على البرنامج هذايا معناتها معناتها مش عمر معناتها دي فيو معناتها قاعدين بالعكس خبره و ماهيش معناتها حاجه نتاع موضه خاطر قبل كانوا فما برامج تلفزيونيه جيلي انا يعرفها كيما ام تي في ولا فيفا كانوا يجيبوا منشطين هكا عمرهم 19 بين 24 يقدموا كليبات ومن بعد ينحيوهم يبدلوهم يجيبوا اصغر منهم وكيف كيف احنا ليه معناتها المحاورين ولا الناس اللي تعمل في برامج بالاساس دي توك شو مهما كان الموضوع بالعكس يعيشوا برشا ينجموا يكملوا حياتهم في بين التلفزة دي توك شو نتاع في الليل المؤخر حتى كي يكبروا ويعملوا اذاعه في راديو عسلامة احلام احكي لي عن مشاكلك برشا موجوده الموضه هذه في اوروبا وفي وفي العالم بي هيدي زعيم وبرنامجك نحكيه خاصة على فكرة سامي الفهري فما ضيوف حطت فلوس فوق الطاولة مقابل انك تجيبهم ولا مقابل انك تلمع لهم صورتهم بتاتخ ما نتصورش معناتها انا بهالتجربة هذه باش نوصل نجي نقول له اعطيني فلوس نوعية الضيوف اللي نجيبهم هم ضيوف اوريدي معروفين مشهورين فما فنانين مش معروفين جودينا بوختكوا مثلا سي علي عبد الرزاق بن محمود فنان شعبي صغير في منطقه من تونس يكلمك على السما نحب تجي للبرنامج ولازم تصير هذه تصير ايوه يقول لي راه نسمع حديث انه لازم نتفاهم ونقول له خويا راه مش تعمل غنيه بيا ولا تجي دونك فما نوع ما نتصورش زياد غرسه رتوب شنيق صلاح مصباح نبيها كراولي ولا الرابور اللي عنده دي مليون دو فيو باش يجيك يعطيك شكون ضيوفي معناتها بالعكس انا ضيوفي هما الناس اللي انا نسعى باش نجيبهم ماهوش هما يحبوا يجيوني انا نسعى باش نجيبهم فما برشا يكلموني يقولوا بربي علاش ما نجيبوش البرنامج ويكلموني يقولوا شوف خلي نفسك عزيز انا نسعى نجيك انا نجيك عمرك ما تمشي وراء اعلامي تقول استدعاني وغدوه يبدا حاسس انه عامل عليك مزيه امشي انت وانت بقدرك وبقيمتك وانت عامل مزيه انك تجي للاعلامي مش العكس وهذه صارت لي مع الفنان نصيف زيتون معناتها كنت انا قبل ما يتعرف برشا نصيف زيتون وزير كي تخرج من ستار اكاديمي كنت انا وزميله اعلاميه اسمها زرفه رمضان مجله سيدتي موجودين في مهرجان موازين
جانا مدير اعمال وقال مثلا نحب نعملوا ديز انترفيو وكل شيء. قالت له زلفة نصيحه انه حاول انه لما الفنان ينجم ويكون عنده نجوميه الاعلامي هو اللي يجيه. الاعلامي هو اللي يمشي. وبالفعل نصيف معناتها ولا نجم عربي والاعلامي يجري في جرته. بذلك المنطق تعلمنا وتربينا وكبرنا. هيدي زعيم يطمح العرض من قناة عربية كبيرة ونعرف انت معناها عندك معناتها تعرف فنانين عرب معناتها تعرف مشهورين عالميين جاتني كثير من العروض معاش اذا كان 5 أو 6 عروض نسميها كثير ولا لا. لكن نحس انا في تونس الى الحمد لله لحد اللحظه هذه الحمد لله فمش علاش باش نهز فريشته ونمشي التجربه بالنسبه لي انا ماكش عارفها. والمنطق اللي نتعامل به مع خدمتي عمر ما كان منطق نحب نمشي نعمل شهره ولا نحب نمشي نجمع الاموال. احنا مش نتفرد عندنا الناس اللي عايش معاهم هي عائلتي سواء موزايك عايش فيها 25 سنه اكثر من دارنا ولا الحوار اللي الناس عايش معاهم كيف من 2004 من 2004 معناتها اكثر من دارنا عايش معاهم باش نخليهم ونمشي واموري بيه. معناتها علاش باش نعمل علاش نسال روحي ديما علاش انا مش نعمل التجربه هذه اما بحثا عن شهر انا ما نجريش شجرتها وما نحبهاش او بحثا عن مال الحمد لله اموري واضحه انا ما معنى كيما انك ما تحبش تبدل معنى انت فينالمو فيدال معناها ما تحبش تبدل الموجه اللي عندك ترزن عليا تبديله نحبش نقول ما نحبش بدل نقول ترزن عليا تبديله صعيبه برشا صعيبه على الاخر ما يحبش يخرج من الزون دو كونفور هي بيان دون سا زون دو كونفور فمش علاش وي هذاك علاش يظن لي حتى الاستضافات ما نعتبروا احنا محظوظين لا ياس انه هذه لا 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 بالحق انا بالحق جل ما نقول فيه بكل صدق وهذا تعرف اللي نفرح برشا حتى مش تجيش حتى كي تكلمني بالتليفون ساعه حتى ساعه هز التليفون جوست مش يقول لي الحاجه الفلانيه كيف هي ولا شنو ولا اش تعرف على الكلمه الفلانيه اش تعرف حاجه ماذا بخليف ان نتكلم بعضنا باش نسلم شنو احوالك ولا عيد مبروك ولا كذا وهذا يصل لصدري خاطر نحس ان العلاقه اللي وهو خاطر اون فان دو كونت ما يخرجش من زون دو كونفور نتاعو خاطر احنا اصحاب قدم ولذا قعدت الصحبه هذيك ما ينجمش وابسطر يعرف جاني ضيف ويعرف قداش قبل الضيف نعيشوا معاه ستريس تاع 10 ايام راهو نعيشوا ستريس معناتها تليفونات تضرب كل يوم معناتها ماهيش سهله بالحق ماهيش سهله الناس راهو ساعات تفاهلك خدمتك ولا ساعات تعرفش قداش نتعب وقداش نشقى وقداش ونحب معناتها يا اخي مثالش ما تحطمش الناس معناتها ما تمسليش ضيوفي من غير عليهم ما نحبش انا ضيفي يتعدى معايا نلقى تعليقات معناتها هو قال 80 حاجه باهيه 80 حاجه باهيه تركز له على حاجه اللي هي موضع خلاف وتختص تلخص الحوار الجهد الكله تلخصه في جمله قالها على ذلك انا ضد العناوين وحتى ما نحبش نمشي لانه قد تكون تحكيت في كل شيء يخرج لك عنوان يلخص كأنه الحوار كله يتلخص فك العنوان هذاك اللي هو يتعمل لجلب الانتباه هو ما خلاش حتى حيز من الحكاية اللي حيز لك حاجة أكثر من حكاية ممكن ضيوفه يعرفوه مغلق أنا صاحب لكن ضيف كيف وتاتي أن يكون ضيف معه هذه من بين القلائل على الأقل تعاملت معه مديوسوسية تعاملت قديش مع 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 معنا مع معنا في حوارات كي اللي بعد الحوار نهار ولا اثنين يهز التليفون يقول لك مرتاح ايش قولك تعدت مليح ماكش متقلق مش تقول انت جيك لا ماكش متقلق مثلا اخر مره تعدت معاه بعده هي جاتني ظروف خاصه وجات الهيد قعدت 4 أيام مثلا ما كلمتكش ما كلمتوش انا يا اخي طلبني قال لي تحيرت لباس فما حاجه ما قلقتك سيرفيس ابريفون لقيت حاجه ما قلقتك قلت له ليه؟ اما انا لقيت قلت له الحمد لله لباس لا قلت له عبد الستار معناتها ما رجعناش لبعضنا ما فما مشكله قلت بالك تعديتها قال لي لا لا سافا عجبتك الحصه الاصداء باهيه مع ضيوفك الكل هكا يجي كل تعمل مع الناس كلها كيف اي اللي نعرفهم معناها وتعدى معاه ديما يقولوا لي هذه بعدش يسال صباح لباس انت مرتاح شنصلح روحي زاد
معناها عنده الحكايه هذه. فما للاسف برشا زملاء بعد بيصور مع الضيف ما عادش يهز عليه تليفون. ولذا احنا مش نكونوا معناها مش نكونوا دون لو كونتكس ما نبعدوش عليك برشا. احنا الوعد اذا كان فما ليديسيون ثالثه مش كون ضيفنا راه هكا من تو ما تقولش قالوا لي بعداش قالوا لي من عشرة هكا في بالك من تو هيك كان شرع بيسهل وكانت عندنا ايديسيون ثالثه تاع كبرتين ان شاء الله. هذه زعيم يكون فرحان برشا انه يكون معنا خاطر فرحان انا تو اللي انت معنا. وانا نعرف نقول لكم ليه يعيش كيف فضلك هاتي دونك كهو يظهر لي انا ماذا بيا ليه ماذا بيا نزيد نسهروا قاعده السحور ايه طلق لي الكبريكه بالعظم ما مال السحور ناكل الحلوه تاكل الحلوه ناكل الدرا هكا يا حاجه بيه. اه انت ملا نطيب لك صحلب بالدرا بالماء ولا بالحليب؟ صحلب بالحليب هكا هو بلدك فهمنا هذه تصح ايش تصحر انت مش فرد مره انا اقول لك والله ما تصحرش ابو يعني مش باهي باهي مادام كنتي مرتاح هذيك الفائده دونك فوالا وفينا لقاءنا اليوم هيدي شكرا على رحابه صدرك. نسالك السؤال اللي ديما تساله لضيوفك قديش كنت صادق اليوم معنا هيدي ما كانتش فما اسئله تخليني نفكر في الكذب يعني الاسئله ما كانتش فما اسئله تخليني في موقف نخمن فيه باش نكذب دونك علما انه انا مع انه الانسان ما يكون صادق في حواراته 100% لانه يعني ديما فما مساحه نتاع خاطر كانوا نكونوا صادقين تصير حرب عالميه لو جاردان سكري لو جاردان سكري وي دونك ميرسي بوكو وصلنا لاخر ليميسيون تاعنا ان شاء الله تكون عجبتكم نتقابلوا في ايميسيون جايه مع ضيوف جدد واكيد باش تكون منيو جديد زاد اكيد اكيد ستار عمي مسبلخين بسكول تشاو.